حد للقلق، حط حد للقلق. بيقول الكتاب إن الرب جعل للبحر حدا لا يتعداه، وقال كمان لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. قال تشرشل رئيس وزراء بريطانيا السابق، قال كل ما بمر بضيقات كتيرة وصعوبات كتيرة وضغوطات كتيرة في الحياة بفتكر قوي قوي الرجل العجوز اللي في يوم من الأيام وهو على فراش الموت قال الكلمات دهية. قال كتير قوي من الحاجات اللي قضيت أسابيع وشهور ويمكن سنين الآن عليها كانت بلا حقيقة وبلا جدوى، ياريتني ما قلقت وياريتني ما ضيعت الوقت ده هو. والحقيقة إنه القلق ممكن يكون من نوعين، يكون قلق حقيقي وأنا بعترف معاك إنه فعلا في حاجات لازم نقلق عليها، لكن مهم نميز بين النوع التاني بقى، القلق اللي الشيطان بيحطه في قلوبنا عشان يضيع مننا بركات الحاضر اللي احنا بنعيش فيه والأيام الحلوة أيا كانت صعوبتها لكنها تفضل حلوة. يعقوب في يوم الأيام قال أعدمتموني الأولاد، وداود قال لابد أني أهلك يوما بيد شاول، وكان كل ده قلق غير حقيقي وغير مبرر. ولفت الأيام والسنين اكتشفنا أن شاول مات وداود هو اللي بقي ملك ومات شبعان من الأيام، ويعقوب اللي قال أعدمتموني الأولاد ولا واحد كان ضايع حتى يوسف بقي الأعظم والأروع في مصر. حبائي مفتاح النجاح عشان خاطر أنتصر على القلق اسأل نفسك شوية أسئلة. السؤال الأولاني، هل القلق هيحل مشكلتي؟ إيه أسوأ شيء ممكن أن أنا أتوقعه في المشكلة دهية؟ إيه احتمال وقوع ده مع آخرين كمان؟ أنه مرات بنتصور أن كل طياراتك ولججك وقعت علي أنا. حاجة المهمة اللي عاوز أحطها بين إيديك، أرجوك لا تهتم بالغد، في إله بتاع بكرة. من فضلك قول كده بس من كل قلبك، بسلامة أضطجع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. حاجة تانية، اسمح لله أن يجعل البحر حد في حياتك، سيب ربنا يشتغل بتوقيتات ربنا بنظام ربنا بطريقة ربنا. لكن إن كان قلقك بسبب خطية صدق قوي قوي أنه في إله عظيم يقدر يمسح الخطية، ودم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. الحاجة المهمة كمان صدق قوي انك تقدر تقرأ بعض الكتب اللي بتساعدك او تسمع بعض الموسيقى الحلوة اللي تقدر تدي سلام في قلبك. كمان بنصحك قلل شوية من سماع الاخبار المزعجة ونشرات الاخبار ولا سيما في مرحلة قبل النوم. ربنا يملى حياتك بكل سلام وكل نعمة وكل بركة. وصدق لما مرة واحد اسمه هيرني قيصر قال الكلمات دي، قال ليست المشاكل إلا عبارة عن فرصة للنجاح. اسمح لي أعيدها مرة تانية، ليست المشاكل إلا فرصة للنجاح. تعرف تحول الظروف الصعبة اللي في حياتك إلى فرصة للنجاح، وكل ما الظروف دي تحاول تدفنك تحتيها دوس عليها بمعونة ربنا وبنعمة ربنا، وصدق إن في إله يعرف يحول المر إلى حلو ويحول اللعنة إلى بركة ويديك سلام ويديك قلق. يمكن كمان يبعث لك الرب قيروانيا يحمل معك الصليب بعض الطريق. شوف مين الشخص اللي ممكن يقف معاك ويساعدك ويهتم بيك في مرحلة، بس من فضلك ما تتكلش عليه، اتكل على الإله وحده اللي ممكن هو يبعث لك الناس وممكن هو يسندك وممكن هو يرفعك في وسط ضيقاتك وفي وسط ألامك. أرجوك لا تستسلم للقلق، افتحش ودنك للشيطان، صدق معونة ربنا، ربنا يكون معك.